مستقبل من طهران. أيضا دكتور محمد مرندي، أستاذ كلية دراسات العالم في جامعة طهران. دكتور مرندي، أهلا بك معنا. إيران حتى اللحظة تتحدث عن أضرار محدودة نتيجة للهجوم الإسرائيلي، لماذا؟ هل هو خفض لتوقعات احتمالية الرد الإيراني أم أنها سترد لا محالة؟ إيران سوف ترد بشكل قاطع، ليس من شك في ذلك. كما قامت بمناسبة سابقة، قالت إيران إنها سوف ترد وقد ردت بالفعل، وهذه المرة إيران سوف ترد، سوف تعاقب النظام، سوف تضرب النظام بشكل أقصى، وهذا لا رجعت عنه أو لا مناص منه. ولكن النظام الإسرائيلي وضربته لم تكن قوية. إن النظام أو منظومة الدفاع الجوي الإيرانية بيّنت فعاليتها. نعم، ثم شاهدان، ولكن استطعنا خفض أكثر من نصف أو اعتراض أكثر من نصف الصواريخ. وأيضا الإيرانيون كانوا أذكياء جدا باستعمال معلومات استخبارية، لذلك النظام الإسرائيلي ارتكب أخطاء كثيرة وضرب أهدافا مضللة أو خاطئة. طيب، الجانب الإسرائيلي يقول لدينا هامش تحرك أكثر في الأجواء الإيرانية بعد الهجوم، ماذا يعني هذا؟ هذا ما يأملون به، ما Israeli يأمل به النظام الإسرائيلي. أي شخص كان يراقب الأحداث ليلة البارحة، وأنا متأكد أن بعض مشاهديك كانوا صاحين وكانوا يشاهدون الأخبار على قناتكم التلفزيونية، حينما نقارن ما حدث في المدن الكبرى في إيران بما حصل مع النظام الإسرائيلي منذ أسابيع، حينما إيران ضربتهم بقوة، نرى أنه ثمة فارق هائل. لذلك إن الإسرائيليين لم يكونوا قادرين على خلق أثر بالغ على منظومة الدفاع الإيرانية. الأضرار كانت خفيفة، كما قلت أكثر من نصف الصواريخ تم إسقاطها، والكثير من الأهداف كانت مزيفة، وأيضا إذا أهداف كانت مزيفة، وبالطبع استعملوا معلومات استخباراتية لخفض الأضرار. لذلك أن الهجوم الإسرائيلي كان بمثابة فشل، وأعتقد أن ذلك مقر به دوليا. إذا ما نظرنا إلى الصور، صور نتنياهو ووزير دفاعه على الطاولة، بالطبع لم يبدوا مسرورين على الإطلاق، ولديهم سبب لا يكون ذلك، أن النظام يخسر وقد خسر الصمود في غزة، وحماس والجهاد الإسلامي كانوا أو كانا قادرين على الحؤول دون انهيار غزة. غزة هي نقطة على الخريطة، في حين أن النظام الإسرائيلي كان قادرا منذ زمن على ذهاب حتى قناة السويس. أما الآن حزب الله فإنه حد الجيش الإسرائيلي على الحدود، فلنتذكر 1982 حيث الجيش الإسرائيلي استطاع الوصول إلى بيروت في أيام. نعيش في عالم مختلف. إسرائيل، النظام الإسرائيلي أضعف وهش، والبارحة كان خير نموذج. وهل النظام الإيراني الآن أقوى؟ نعم، نعم، من دون بدون شك. أعتقد أن المقاومة، محور المقاومة سوف يغدو أقوى فأقوى، سواء كان ذلك في اليمن مع أنصار الله أو حزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي، والمقاومة في العراق وسوريا وبالطبع الجمهورية الإسلامية. إذا المحور، محور المقاومة يغدو أقوى فأقوى بشكل نظامي، والنظام الإسرائيلي يغدو أضعف فأضعف. ليس فقط خسر في كل المعارك سواء بالبحر الأحمر أو غزة أو في الضفة الغربية بسبب البطولات التي يسطرها الناس في الضفة الغربية أو بسبب المقاومة التي يقوم بها حزب الله، أطفال حسن نصر الله. ليس فقط خسروا على كل الجبهات، ولكن أيضا تم إذلالهم أمام أعين العالم أو في أنظار العالم، إنهم ينظرون إليه على أنه عرقي فوقي استعماري استيطاني يقوم بإبادة جماعية بمحرقة
أو بهولوكوست، وليس والغرب أيضا خسر ذلك لأنهم يرونهم كمتواطئين. لذلك نعم، محور المقاومة يغدو أقوى فأقوى، وبالطبع المقاومة ليس محصورة بمحور المقاومة، لأن عشرات بل مئات الملايين من الأشخاص وحتى مليارات الأشخاص ينظرون إلى ناس أملا بمحور المقاومة. طيب دكتور مارنتي.